بمناسبة انطلاق أسبوع الإمارات للابتكار في دورته الثانية غدا، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الابتكار ثروة مستدامة وأساس لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل، وأن دولة الإمارات انتهجت الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذو الرؤى المستقبلية لتعزيز مسيرة دولتهم وترسيخ مكانتها العالمية. وقال سموه بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصبحت الإمارات منصة عالمية للابتكار ووجهة المبتكرين تستقطب أفضل العقول والكفاءات وتفتح الباب أمامهم وتوفر لهم الفرص والبيئة المثالية ليحدثوا تغييرا إيجابيا في حياة المجتمع وتطوير اقتصاد المعرفة. وأكد سموه على أن الحكومة تريد التركيز خلال المرحلة المقبلة على الابتكار المجتمعي وتفعيل مشاركة المجتمع في طرح الأفكار والمبادرات المبتكرة، مبديا استعداد الحكومة لتبني هذه الأفكار وتحويلها إلى واقع. وحتى سموه الأفراد والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية والجامعات على تطوير منصات ومختبرات ابتكارية وتكثيف الجهود البحثية في القطاعات الحيوية لبناء منظومة متكاملة تدعم إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس وتعزز موقع دولة الإمارات كعاصمة عالمية للابتكار.